معنى شهادة أن لا إله إلا الله. أخ شهادة لا إله إلا الله شهادة در معن هدو. لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. تحا واتعونا حق دولش شين عبادة درها. تقول أنا أكفر بجميع ما يعبد من دون الله. أس أعول أس كفر دو أي صدق أست أسوتاتيش مصارغة شين عبادة ديش بول. أثبت العبادة لله وحده لا شريك له. أس دعواتو أس أغدو اللهن تحن اللهن عبادة. لابد في لا إله إلا الله من ركنين. لا إله إلا الله شرك خلي يشوهنها. الركن الأول تنفي وتكفر بجميع ما يعبد من دون الله. دوحة ركنة إذا حدق أستر حدثت يشر أحتيت لا تردعونا إذا شملدل همان شين عبادة ديش. الركن الثاني إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. أق مصر أحهم لاق إيش شوط إحا أحت إلا تردوش إيش أغدردو الله أنت حن عبادة در. وكما نشهد أن لا إله إلا الله لابد أن نشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد بشر. لاق إيش تأح شهادة مدال در الله وتر قتعب عبادة حق دوشوات إيش تأح شهادة دال ديز بايمر تنا إلتش خلر لا يعبد عليه الصلاة والسلام أدم دو تنا عبادة ديش دات. وهو نبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب. إذا بايمري إلتشو إذا إيش بشأت بيتنسوا. فالذي يدعي أن للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الربوبية فهذا لم يشهد الشهادتين. أق إلتشنا ربوبية تن حق قابل ديا شجع إذا تن قا ربوبية دو إل بوش شجع إذا شهادة شيء شهادة تن قوتش داتون.